بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم إخواني في هذه الحلقة الجديدة على مدونة المخترع. طبعا في هذه الحلقة التي سوف نتطرق من خلالها طبعا إلى كيف أحصل على موسيقات وتأثيرات مجانية طبعا لاستعمالها على قناتي على اليوتيوب وبدون حظر وبدون أي شيء، ولن تخاف على فيديوهاتك على قناتك على اليوتيوب. طبعا كي تعرفوا كيف، ما عليكم سوى متابعة هذه الحلقة. لا تنسوا دائما زيارتنا على صفحتنا على الفيسبوك والضغط على زر لايك، وكذلك قناتنا على اليوتيوب والنقر على سبسكرايب. إذا نعود إليكم مجددا إخواني. طبعا في الأغلب شاهدنا الكثير من الناس يضعون طبعا بعض يعني الدروس يقول لك يعني غير في الترددات، أي موسيقى وستحصل عليها بالمجان يعني دون حظر فيديوهك الخاص. طبعا هذه فعالة ولكن تؤدي إلى تشويش في الموسيقى، ولكن هناك بعض من يقول لك أن هذه طبعا الموسيقات هي طبعا مجانية. طبعا أنت ستعملها وتلاحظ أنها مجانية ولمدة تكون مجانية، وربما في أي وقت يعني يطالب هذا الشخص الذي قام بصنع الموسيقى يعني ملكية هذه الموسيقى يعني توقع في ورطة. يعني الآن بحثت لكم عن مكان لاستيراد الموسيقات مجانا طبعا واستعمالها. طبعا ما عليكم سوى الدخول إلى هذا الرابط، ستجدونه أسفل الفيديو في الوصف، هو طبعا في اليوتيوب مباشرة، يعني هذا من موقع يوتيوب. يعني كما تلاحظون لو ذهبنا إلى اليوتيوب نجد أنه وضع بعض الموسيقات مجانية يعني واستعمالها بالمجان وبدون خوف على قناته. لذلك كما تلاحظون فهذه الموسيقات هي موسيقات يعني مقاطع موسيقية يمكن تشغيلها من هنا، كما تلاحظون فهي موسيقات يعني يمكنك استعمالها في الفيديوهات الخاصة بك، يعني ويمكنك تنزيلها في يعني كما تلاحظون في الجهة اليسرى يمكنك الضغط على تنزيل، ومباشرة سيتم تنزيل هذه الصورة عفوا هذه الموسيقى ب يعني صيغة MP3 او يعني MP4. لذلك إخواني كما تلاحظون فهذه هي مجموعة من الموسيقات يمكنك تحملها كاملا واستخدامها دون يعني دون خوف من يعني من الحظر. لذلك كما تلاحظون هنا اليوتيوب يضع لك تصفح مقاطع موسيقية مناسبة لمشروعك، مناسبة لمشروعك وحملها مجانا. لذلك لا يكتفي فقط بالموسيقات، يعني هناك تأثيرات يعني تأثيرات صوتية يمكنك استخدامها في الفيديو الخاص بك. طبعا هذه التأثيرات طبعا هي تأثيرات صغيرة جدا، يعني تكون فيها ثانيتين أو ثلاث ثواني كما تلاحظون. هذا صوت منشار يعني، وهذا صوت ساعة. يعني هناك مجموعة من الموسيقات مجانية طبعا هي استخدامها في الفيديو الخاص بك كما تلاحظون، ويمكنك أيضا تحميلها بطبيعة الحال مثل المقاطع الموسيقية. لذلك إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى أن تكون الحلقة قد أعجبتكم. إن أعجبكم الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك، ولا تنسى أيضا مشاركة هذه الحلقة كي يستفيد أصدقائك طبعا من هذا الدرس. شكرا إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.